احنا عارفين طبعا، وكنا يعني عندنا امل كبير ان احنا نبارك لمو صلاح، ولو انه مو صلاح او المدعو صلاح مش محتاج يعني ان احنا يعني مش محتاج ان هو ياخد جايزة عشان نقول له احنا قد ايه بنحبك وقد ايه بنحترمك وقد ايه بندعمك وقد ايه شعب مصر بجد بيحبك وبيحترمك جدا، لكن برضو كان نفسنا انه يبقى في جايزة تانية، ولو انه كانت هتبقى جايزة يعني بالنسبة لنا كمصريين تحصيل حاصل، لانه محمد صلاح هو في قلوبنا بالفعل، في قلوبنا بأخلاقه بشخصيته بلعبه بمجهوده باحترامه لعيلته بحبه لوطنه ووقوفه جنب وطنه في حاجات كتيرة جدا الحقيقة حتى بدون ما يطلب منه. فطبعا احنا عارفين انه كان في جايزة فاز بيها خلاص بالفعل من ساعات قليلة، الكرواتي لوكا مودريتش، جايزة أفضل لاعب في أوروبا النسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ده كان على هامش حفل توزيع جوائز الاتحاد الأوروبي كرة القدم يويفا، دي مقامة حاليا في إمارة موناكو في فرنسا. كانوا في ثلاثة متنافسين، كان عندي محمد صلاح نجم ليفربول المصري الإنجليزي اللي في قلوب كل مصريين الحقيقة، وكان عندي كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش، الثلاثة كانوا بيتنافسوا على الفوز بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا 2017-2018. كان آخر اللي توج بلقب النسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا كان نادي ريال مدريد، ده كان بعد ما فاز على ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح بنتيجة 3-1، دي كانت المباراة النهائية اللي جمعتهم مع بعض في كييف الأوكرانية في 26 مايو الماضي. إذا فاز الكرواتي بالفعل لوكا مودريتش على هذه الجائزة، ومبروك ليه، ومرة تانية بالنسبة لنا كمصريين مش محتاجين محمد صلاح ياخد جوائز تانية كتير، وبالتالي يعني مبروك لمحمد صلاح. فكرة أصلا أن هو يصل إلى هذه المنافسة ده في حد ذاته شيء مشرف، وعلى فكرة هو أول مصري وأول إفريقي، أول عربي مش أول مصري، أول عربي وأول إفريقي يصل إلى تصفيات هذه الجائزة. عايزة أتكلم مع حضراتكم عن حاجة مهمة جدا.